السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عصير روستي الشهير، يعني واحد عصير اللي هو رائع، هو واحد عصير اللي يدير ضجة كبيرة بالمكونات اللي هي بسيطة، كناخدوه بثمن غالي، من الأحسن نصيبوه في الدار. يعني مكوناته راه هي بسيطه، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، يعني غير كنشوفو حنا هكايا في القراعيه وفي الكرتونات كيبان لينا زوين، فماشي صعيب اننا باش نوجدوه في الدار. الطريقه ديالو راه هي سهله وبسيطه. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، التعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما، وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، فضلا منكم وليس امرا. نبدا ان شاء الله معكم بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غادي نحتاج إن شاء الله الخوخ، وغادي نحتاج يعني 4 الحبات، وربعة الحبات من البعويد، وربعة ديال من الشهدية. يعني هاد الفواكه هادو هي فواكه موسمية، يعني راه موجودة دابا في الأسواق وبالثمن اللي هو مزيان. غادي نحتاج ان شاء الله حتى جوج ديال الليمون، يعني جوج ديال البرتقالات. من بعد ان شاء الله غادي نضيفهم. صافي غادي ناخذ هنايا الماء، القياس ديالي ترونس ديال الماء، غادي نديرو هنا في هاد الاناء وغندير فيه الفواكه وغنضيف ليه جوج معالق كبار ديال الخل باش كنعقموا الفواكه ديالنا، لان غادي نستعملوها بالقشور ديالها باش كنستافدوا منها اكثر. صافي نخليها هنايا في الماء والخل، يعني غير واحد القياس ديال هكايا 10 حتى 15 دقيقة، من بعد كنحيدوهم. صافي غادي نبدا نقطع معكم، انا غنقطع معكم غير حبه حبه من كل حاجه. غادي نقطع الخوخ، يعني غادي نخليه بالقشور ديالو طبعا، الا بغيتو بالنسبه لنا كنحيد العظم، كنخاف يعني شي حاجه تفتوت العظم اولا شي حاجه تبقى ليا ملي يكون كيطيب تفرتت لي تما اولا شي حاجه ما تعرف. صافي كنحاول نحيدو، الا بغيتو تخليوه خليوه، غير ردوا البال معاه، يعني حتى العظم راه كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع لهذا العصير هذا، يعني وكيعطي يعني واحد النكهه اللي هي رائعه، والسر يعني ديال داك العظم راه كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع. فإلا بغيتو تخليوه خليوه، بغيتو تحيدوه حيدوه، يعني من بعد غير منين كيطيب كتزولو طبعا. صافي غادي نقي واحد الحبه من الشهديه، حتى هي الا بغيتو تخليوها بالعظم ديالها خليوها، يعني حتى تحيدوه من بعد. بالنسبه للشهديه راه هي كطيب دغيا، يعني داكشي اللي كيتفك العظم من الوسط ديالها، داكشي علاش كنخافو لا منين نجيو نطحنو نساو شي عظم تما. صافي وغادي نقشر هنايا واحد الليمونه، راه غادي ناخذ جوج حبات ديال الليمون اولا البرتقال، غادي ناخذ جوج حبات. بالنسبه لهذا العصير هذا اكثريه كي يعني كيجي معاه العناب، يعني الاناناس، يعني حتى المانغ، الفواكه اللي متوفره عندكم ممكن ديروها، فانا غادي نكتفي غير بهاد يعني بهاد الفواكه هادو. يعني حتى العنب راه كيدير، يعني ملي كتكونوا كتاخذوا العصير ديال هذا روستو، يعني غادي تشوفوا كاع انواع ديال العصائر ديالو، يعني او غادي كيبان عليه على لومبالاج، يعني كاين فواكه اللي كيتستعمل بهاد العصير هذا. صافي من بعد ما قطعت يعني الفواكه ديالي كامله، غادي نضيف عليه لتر ونصف ديال الماء، وغادي نضيف كاس ديال السكر. السكر دائما كيبقى على حسب الذوق، الا بغيتو ديروا حتى الكاس ونص اولا جوج كيسان ماشي مشكل، يعني انا غير كنحاول نقص السكر، يعني دائما كندير عصائر ناقصه السكر. صافي غادي نخليه يطيب على خاطرو، هاد الكميه ديال الماء راه منين غادي يبدا يطيب راه غادي تبدا تنقص. الا بغيتو ديروه في الطنجره ديال الضغط ممكن ديروه كيطيب لكم بسرعه، انا كنخليه غير في الطنجره يطيب على خاطرو من الاحسن، راه كيطيب دغيا دغيا الفواكه كطيب. انتم كتشوفوا البعويد راه طاب، والخوخ بالنسبه للشهديه راه خسرت كاع. صافي خليته حتى بردان، راه وجد درتو الصباح وخليته حتى لديك العشيه عاد طحنتو، لان خليته حتى برد على خاطرو، خليته غير 15 دقيقه، وخليته بالغلاقه ديالو وخليته هو كيزيد يطيب واخا طفيت عليه، يعني راه كيزيد هكذا يطيب، يعني ماشي نطحنوه ديك الساعات وهو سخون، فمن الاحسن نخليته على خاطرو حتى برد. صافي من بعد غادي نبدا نطحن، ممكن تطحنوه في نفس الطنجره بالبقا ميكسور، اولا ديروه هنايا في الكاس ديال الخلاط من الاحسن كيتطحن بسرعه. صافي هنايا غير درتو في الطنجره واسعه شويه باش منين غادي نخلط الماء يعني والياغورت اللي غادي نضيف له باش يتسع ليا تما كامل، يعني المكونات كامله مع بعضها.
صافي. من بعد ما طحنتهم كاملين، يعني طحنتو على جوج مرات، يعني جوج دفعات عفوا، صافي نتوما كتشوفوا راه كيجي ثقيل. صافي غادي نضيف ليه جوج ديال اليوغورت. هنايا عندي بالنكهه ديال الخوخ والمانغ واناناس. هذا كي اليوغورت هذا كيزيد يعزز لينا النكهه ديال العصير ديالنا، كيجي رائع وكيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف بزاف. فبالنسبه اللي بغى يضيف الجزر حتى هو يضيف واحد جوج ديال الحبات الا كان ممكن. انا فضلت ندير غير الفواكه من الاحسن. بالنسبه لليوغورت ممكن تكتفيو غير بواحد، يعني غير كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين. صافي من بعد غادي نضيف له الماء، يعني الماء كيبقى على حسب. انا عندي الماء درته في المجمد، يعني برد لي مزيان الماء. وبالنسبه للفواكه راهم باردين، غير فاش طحنته راه جاني في المذاق ديال البروده هو هذاك. فما تزربوش عليه طحنوه وهو سخون، من الاحسن تخليوه يزيد يطيب في داك الماء. واخا كطفيو البوطه هو راه كيزيد يطيب. صافي انتما كتشوفون راه ضفت الماء، ضفت لتر ونصف اخرى ديال الماء. باقي داك شويه ديال الثلج اللي بقى لي في القرعه ديال اللي كنت درت في المجمد، غادي نضيف عليها غير قياس كاس ديال الماء، غير كيدوب لينا. من بعد كنضيفو، بغيتو يجيكم العصير ديالكم خفيف كتر ممكن تضيفوا نصف لتر واحد اخر، راه غادي يجيكم هو هذاك. صافي انا هذه هي الكميه اللي خرج ليا، يعني حتى الكثافه ديال العصير اللي بغيت، يعني بغيتو بحال هذا الشكل، يعني بحال عصير روستوي نيشان، يعني كيجي بحالو في الثقاله وفي كل شيء، يعني في الخطوريه وفي كل شيء. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال العصير، يعني راه كيجي واحد العصير المذاق ديالو رائع. وحتى الجهد ديال السكر اللي استعملت راه جاني، بالنسبه ليا جاني هو هذاك. ممكن تضيفوا السكر الا بغيتوا يجيكم حلو من الاكثر، غير المهم تشربوه بارد. يعني ملي كتشربوه بارد راه كتحسوا بواحد المذاق اللي هو رائع والنسمه ديالو رائعه. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما وكتشجعني دائما باش نزيد نستمر ان شاء الله في القناه. بالنسبه اللي ما مشتركش يشترك، وفضلا وليس امرا. كنبغي نشكر بزاف بزاف الناس اللي دخلوا عندي مؤخرا، كنقول لهم شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم في القناه ديالي وفي المطبخ ديالي المتواضع وفي الوصفات اللي هي بسيطه وسهله وفي المتناول ان شاء الله. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. شكرا لكم ومع السلامه.